في ذكرى السادسة لاستشهاد العميد حميد القشيبي، احتشد الآلاف من أبناء محافظة عمران في مأربة لتدشين مطارح المحافظة والانضمام لكتائب إسناد الجيش الوطني وتقديم كافة أنواع الدعم الشعبي للمعركة الوطنية المقدسة ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية. استمرار لوقوف أبناء عمران في وجه الميليشيات الحوثية وتثبيت النظام الجمهوري، واستمراراً للنهج الذي سلكه العميد الشهيد حميد القشيبي، نبدأ اليوم مطرح محافظة عمران لتعزيز ودعم الجبهات وتأسيساً للجمهورية الثانية التي أرسى دعائمها الشدادي والقشيبي وغيرهم من الشهداء. على نهج العميد حميد القشيبي، تؤكد هذه الحشود من أبناء محافظة عمران وقوفها إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في السير قدما لتحرير ما تبقى من تراب هذا الوطن ودحر الميليشيا الحوثية الانقلابية. من الضروري على كل جندي ومقاوم أن ينفض غبار الراحة والتعه في المجمعات وفي البيوت، وذلك لأننا نعلم جميعا أن هذه الشرذمة المدعومة من إيران تمكنت من تحقيق أطماعها التوسعية. إذا تمكنت من تحقيق أطماعها التوسعية فسوف نخسر الوطن بل الحياة. فالمرحلة نكون أو لا نكون، مما يستدعي أن يكون كل فرد منا على قدر عالي من المسؤولية تجاه دينه ووطنه. أبناء عمران ومن خلال هذه المطارح يجددون العهد لدماء الشهداء بالسير على خطاهم حتى تتحقق أهداف ثورة 26 من سبتمبر ضد الكهنوت الحوثي الإمامي الذي يريد أن يعود باليمنيين إلى العهد القديم من الذلة والهوان. خليل المليكي، مأرب.